أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة لمواجهة كبتاجون الأسد، ودعوات لإدارة بايدن لعرقلة التطبيع مع الأسد، وأخيرا الاحتجاجات في فرنسا. في محورنا الأول، عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على نظام بشار الأسد في إطار الحد من انتشار المخدرات الذي بات خطرا يهدد العالم من جهة، وباتت التجارة الأبرز وربما الوحيدة التي يعتاش منها النظام وقطعان شبيحته من جهة أخرى. وربما يشير ذلك إلى أن العقوبات على الأسد تحصيل حاصل، وأنها سلاح منتهي الصلاحية في ظل قيام اقتصاده بالكامل على أعمال غير مشروعة يعرفها العالم جيدا. ليبقى السؤال الأبرز، ما الهدف من تلك العقوبات؟ ولماذا يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لتحجيم الأسد ووضع حد لجرائمه التي لا تعد ولا تحصى ولا تتسع لها سوريا، وبات يصدرها إلى العالم؟ في محورنا الثاني، يظهر بوضوح مدى تماهي الإدارة الأمريكية، أو لنقل غض بصرها عما يجري في سوريا وعن نظام الأسد بالكامل. وربما هذه كانت الثغرة التي أطلت منها رؤوس كثيرة تتطلع إلى العودة إلى سوريا أو إعادته إلى المشهد الدولي، ما دفع مسؤولين وباحثين أمريكيين إلى إبراء الذمة وتذكير الإدارة الأمريكية بواجبها في وقف التطبيع وضرورة العمل على تفعيل القوانين ووضع حد فعليا لهذا النظام المجرم. فهل تلقى تلك الرسائل أذنا صاغية؟ أم إن إعادة إنتاج الأسد ستكون المشروع الدولي الأبرز؟ في محورنا الأخير، تقف الديمقراطية الفرنسية على المحك أمام مفترق طرق ربما لم يحسب له حساب. فإرادة الدولة أم إرادة الشعب؟ وتلك جدلية فرضها الواقع فيما غابت الحسابات الأخرى. فلا فولتير ولا جان جاك روسو ولا غوستاف لوبون اليوم، ولكنها المواجهة المفتوحة بين إجراء حكومي يضع هيبة الدولة في فوهة المدفعة وإصرار شعبي على رفض قرار التقاعد حتى النهاية. تغيب الحلول وتتداخل المعطيات، فمن سيكون صاحب الكلمة الفصل في نهاية المطاف؟ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أشخاص وشركتين قالت إنهم يدعمون نظام الأسد بتجارة الكبتاجون. ونشرت الوزارة بيانا قالت فيه إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد بالتنسيق مع نظيره في المملكة المتحدة التي أصدرت كذلك من جانبه عقوبات طالت 11 كيانا مرتبطا بنظام الأسد. الكبتاجون ونظام الأسد ثنائية بدأت تتردد كثيرا في الآونة الأخيرة بعد أن ثبتت وتوضحت معالمها وتفاصيلها، وبات نظام الأسد أحد أهم أعمدة هذه التجارة، ما دفع الدول الكبرى لسن تشريعات وقوانين واستصدار عقوبات لعلها تنفع في كبح نظام الأسد وأذرعه عن إغراق العالم بهذه التجارة. واليوم تفرض وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع نظيرتها في المملكة المتحدة عقوبات على 6 أشخاص وشركتين قالت إنهم يدعمون نظام الأسد بتجارة الكبتاجون. وأضافت الوزارة في بيان لها أن نظام الأسد يقوم بدور كبير عالميا في إنتاج الكبتاجون، ويتم تهريب كثيرا منه عبر لبنان، مشيرة إلى أن بعض مهربي المخدرات اللبنانيين لديهم صلات مع حزب الله اللبناني. من جانبها فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بنظام الأسد على خلفية إنتاج وتصدير الكبتاجون. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية روزي دياز أن نظام الأسد يجني ما يصل إلى 57 مليار دولار أمريكي سنويا من تجارة الكبتاجون، مشيرة إلى أن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة في الخارج. وقالت دياز إن شحنات الكبتاجون بمليارات الدولارات تغادر معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية. 57 مليار دولار، رقم بالرغم من ضخامته ما هو إلا جزء فقط من عائدات تجارة بدأت تشكل عماد نظام الأسد ورأس حربته في علاقاته مع محيطه. ويبقى السؤال الأهم عن مدى فعالية تلك العقوبات، وهل هي ذات جدوى في ظل استمرارية هذا النظام
وأذرعه. وينضم إلينا زكي لبابيدي عضو مجلس إدارة تحالف المنظمات السورية الأمريكية من أريزونا، ونرحب بضيفنا من لندن الكاتب السوري محيي الدين اللاذقاني. أرحب بكم وأبدأ معك سيد محيي الدين. يعني بحسب الاتحاد الأوروبي ومسؤولة في الاتحاد الأوروبي، كان هناك تقرير يتكلم بشكل مفصل عن تجارة الكبتاغون في سوريا، تكلم عن نقطتين أساسيتين، هما أن العائد السنوي الذي يدخل إلى جيب عائلة الأسد من هذه التجارة هو 57 مليار دولار، إضافة إلى أن ماهر الأسد هو من يشرف بشكل شخصي على هذه التجارة. يعني دولة كاملة للكبتاغون، بابلو إسكوبار ما عمله مثل ما بيقولوا بعض المراقبين، ما رأيك؟ يعني في الواقع اليوم لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتحدثان بتفاصيل. الآن حددوا لنا الميناء مرفأ اللاذقية، حددوا لنا المشرف العام ماهر الأسد شقيق بشار الكيماوي، أيضا حددوا مدير الإنتاج كمال ابن كمال الأسد سامر الأسد، وبرز اسم جديد أيضا من الذين يسهلون النقل من ميناء اللاذقية من آل شاليش، محمد شاليش، وهو من بقايا الأسرة التي كانت مقربة تماما من بشار إلى فترة قريبة جدا. إذن نحن الآن أمام قرار ربما هو الأخطر منذ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتحدثان عن العقوبات وعن الكبتاغون. الأرقام مخيفة بالفعل، يعني هذا الأرقام التي طرحوها اليوم 80% من الكبتاغون العالمي، ثلاثة أضعاف ما تنتجه المكسيك. يعني هذا العالم الآن صار يتحدث بالفعل عن هذه الأسرة كما كان يتحدث عن إسكوبار وملوك المخدرات. ليس ذلك فقط، الآن بدأنا نشهد شخصيات من المافيا تظهر في سوريا، وبعضها يظهر في مناطق الجولاني ويتم اعتقاله ثم تسليمه إلى النظام. العالم الآن الذي لم يحاسب عائلة الأسد على كل الخراب الذي سببته لسوريا وعلى كل الجرائم، ربما، وأنا أقول ربما هنا مع تحفظ، يريد الآن أن يحاسبها على جرائم الكبتاغون. هذا ما أريد أن أسأله لضيفي من أمريكا. سأعود إليك على كل حال سيد محيي الدين، لكن سيد زكي، يعني سيد محيي الدين تكلم أن ما يحدث ربما يدفع المجتمع الدولي لأن تذهب بعقوبات ضد نظام الأسد، عقوبات واضحة، وهذا ما أريد أن أسألك عنه. عندما تجتمع الولايات المتحدة إضافة لبريطانيا ويضعون قائمة أشخاص ويضعون سيستم معين للعقوبات، اليوم نتكلم عن تأثير هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص وعلى تجارة الكبتاغون التي تعود بالربح الكبير مليارات الدولارات إلى عائلة الأسد وتستخدم سوريا من أجل هذه التجارة. ما هو أثر العقوبات الأمريكية البريطانية على عائلة الأسد وعلى تجارة المخدرات التي ترعاها عائلة الأسد في سوريا؟ العقوبات على التجارة أخي راح تأثر. لا تنسى أنه في قانون كامل، قانون الكبتاغون، اللي سمى سفاح سوريا بالاسم، أنه هو مسؤول عن تجارة الكبتاغون. وقت أنت بتسمي رئيس دولة عبارة عن رئيس عصابة وسفاح بنفس الوقت، والقانون بيطالب 6 إدارات أمريكية مسؤولة عن الأمن إن تطلع باستراتيجية خلال 6 أشهر واللي باقي منهم 3 أشهر باستراتيجية لمحاربة وكيفية القضاء على تجارة الكبتاغون بسوريا، لأنه عم بيصدرها طبعاً للدول المحيطة ولدول العالم كله. يعني الأردن وقت فتح الحدود مع سوريا وبده يصير تجارة وبده يصير شغلات، شو إجا؟ ما إجا غير الكبتاغون، لأنه ما في تجارة تانية تربح مع هذا النظام ومع اللي هو عصابة الحية، صار عصابة مخدرات. اللي عم يحكم سوريا هلأ عبارة عن مافيا عصابة مخدرات، بعد ما هجروا وقتلوا ملايين من الشعب السوري، هلأ ما عاد في اقتصاد بسوريا، ما عاد في شيء يسرقوه أو ينهبوه. البترول رايح مع قسد، فعملوا الكبتاغون لقوا تجارة مربحة جدا. دولة بدل ما تكون مسؤولة عن الشعب، 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، الناس ما عم تلاقي تاكل، والحكومة المسؤولة عنهم عم تتاجر بالمخدرات وعم تحط المصاري بالبنوك لصالح عائلة
المافيا اللي عم تتحكم بسوريا. هاي المصاري لازم أنا برأيي تتصادر. هاي القوانين اللي عم تطلع بالأخير إذا يعني راح طبعا يحطوا إيديهم على هالمصاري هي بترجع للشعب السوري. بدل ما الـ يعني الأوروبيين لازم يفهموا الأمريكان بدل ما عم يدفعوا هن من شعوبهم مليارات الدولارات لمساعدة الشعب السوري، صادوا هالأموال هاي وتنعطى للشعب السوري وتساعد الشعب السوري يرجع على بلده ويبني بلده أفضل ما تكون تجارة المخدرات عم تفني الدول المحيطة وتتصدر لكل دول العالم وماهر الأسد يجمع بلايين الدولارات من وراها. طيب أعود إليك سيد محي الدين، إن كان نظام الأسد بالأساس يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ليس من اليوم، اقترف أشياء كبيرة جدا، قتل الملايين، هجر الملايين، ضرب الكيماوي، فعل كل ما هو ممنوع بالحياة. طيب هل سيهتم لقانون ومجموعة عقوبات تخرجها أمريكا أو الاتحاد الأوروبي ضده؟ ما هو محترف بالأساس من التهرب من القوانين ولا يسأل، يعني غير مبالي يعني، وهذه تجارة غير شرعية لا يمكن محاسبته على أساسها، يعني هو لا يهتم. يعني أولا يجب أن تلاحظ أنه بدون سند بوتين والحكومة الروسية ودون سند إيران لا يستطيع أن يتهرب من شيء، وكان ممكن أن ينتهي منذ زمن طويل. العامل الثاني يجب أن ننتبه الآن إلى التوقيت، توقيت صدور هذا القرار. هذا القرار يصدر بعد تقريبا 10 أيام من صدور قرار عن محكمة الجنايات الدولية بإلقاء القبض على معلمه، على فلاديمير بوتين شخصيا. المشهد الدولي يتغير، وحين أشير إلى توقيت القرار أشير أيضا إلى الهجمة على للتطبيع مع النظام التي ظهرت أخيرا. فالولايات المتحدة الأمريكية بتوقيت جيد تحاول أن تلجم كل هذه المحاولات. كل الذين حاولوا أن يعيدوا تعويم بشار الكيماوي ونظامه يدركون الآن أن هذه عملية مستحيلة دون توافق دولي، وروسيا الآن لا تستطيع أن تحميه إلى الأبد. علينا أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار المشهد الإقليمي. مراقبة الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية قالت اليوم في قرار العقوبات أن تجارة الكبتاغون تؤجج عدم الاستقرار الإقليمي. هو نفس المعنى الذي كررته أيضا قبل أسبوع دياز. طيب. ناطقة باسم الحكومة البريطانية. طيب. إذن هناك شيء جديد في المشهد الدولي قد يجعل تهرب بشار الكيماوي من هذه العقوبات عملية صعبة جدا. كيف يعني الآثار المباشرة على بشار الأسد أو على أخوه ماهر الأسد الذي ذكر بالتقرير أيضا أنه مشرف بشكل مباشر على هذه التجارة؟ طيب هناك من يقول أن رفعت الأسد عمه كان موجود على أرض أوروبا وفي فرنسا ويتحرك كما يريد وعليه محاكمات ومتورط بتجارات غير مشروعة ومتورط بالكثير من الأمور، بين ليلة وضحاها اختفى وانتهى كل شيء ولم يلقوا القبض عليه، على العكس كانوا يعاملونه بطريقة أفضل مما يعاملون معارضين النظام على أرض أوروبا. يعني هذه العمليات أصبحت معروفة للجميع. هذه العائلة قدمت خدمات جليلة للاستخبارات العالمية، وحينما قامت ثورة الشعب السوري ضدها حاولت هذه الأجهزة بكل ما لها من إمكانيات أن تحمي هذه العائلة. هذا سبب بقاء بشار الكيماوي ونظامه حتى الآن بعد 12 سنة من الثورة السورية. الآن العملية حينما نتحدث عن شخصيات معينة وتأتي المعلومات من هيئة مراقبة الأصول، أنا على ثقة بأن التي هيئة مراقبة الأصول تعرف تماما أن أسماء الأخرس السيدة الأولى في سوريا هي التي تنسق مع خالد قدور مدير مكتب ماهر الأسد إدارة كل هذه الأعمال. هذان الاثنان، خالد قدور من مكتب ماهر الأسد والسيدة الأولى ذات الخبرة البنكية لعمل السابق في بنك جي بي مورغان، هم الذين يديرون هذه المليارات. 57 مليار ليس بالرقم القليل. هذا الرقم ربما أيضا، وهذا استنتاج، روسيا وإيران امتنعتا عن تقديم قروض للنظام منذ عامين حتى الآن،
ربما هم يعلمون أيضا بمصدر هذه الأموال وبهذه المليارات، ويريدون من العائلة أن تنفق بعضها على سوريا وعلى الميزانية السورية. لكن هؤلاء جشعون، مجرمون، سفاحون لصوص، لن ينفقوا فلسا واحدا على داخل سوريا، إنما يهربون هذه الأموال. ومراقبة الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعرف تحديدا في أي بنوك هذه الأصول، ويمكن في الوقت المناسب أن نسمع عن الذين يديرونها من خلف خالد قدور والسيدة الأولى في سوريا. طيب أنت، أعود إليك سيد زكي. دائما نحن نسمع أن أمريكا تقوم بعقوبات ومجموعة من العقوبات وتصريحات شديدة اللهجة ضد نظام الأسد، لكن ماذا بعد العقوبات؟ على أرض الواقع لا توجد أي نتيجة. نعم، العقوبات أخي بتأثر على المدى الطويل. العقوبات لن تسقط نظام أو حكومة خلال أسبوع أو سنة، بس إنه ما تأثر أبدا هذا غلط، لأنه حتى سفاح سوريا بنفسه قال إنه العقوبات أثرت على احتياجاتهم من الأموال بسبب ما حصل بالبنوك اللبنانية. وأنت بتعرف إنه كثير من التجار السوريين اللي دعموا حكومة السفاح ودعموا أعمال السفاح بسوريا مصاريهم كلها بالبنوك اللبنانية، حتى مصاري العيلة في لهم مصاري، المافيا تبع سوريا لهم مصاري بلبنان. شو صار بالبنوك اللبنانية بسبب العقوبات، بسبب العقوبات اللي طلعت من أمريكا وبقانون قيصر، البنوك اللبنانية تجمدت كل الأموال. فما هو قال بنفسه إنه ما عاد نقدر نأخذ أموالنا نحن من البنوك اللبنانية، ولذلك سوريا عم تعاني. والحقيقة سوريا عم تعاني بسبب التدمير اللي سواه هو وامتناعه عن الصرف عن الناس من ميزانية الحكومة. بس هو طبعا بده يتهم العقوبات، العقوبات أثرت عليهم كتير، وهلا عقوبات الزيادة كمان هلا بتأثر على التحركات المالية لهم. يعني طبعا في تحركات مالية غير قانونية ما بتقدر تضبطها. هم لا يتحركون بشكل مباشر، يعني هم يعملون على مبدأ السوق السوداء، هذا الواضح. نعم نعم نعم، بس الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية ما هم غشيمين يعني، ولا وما بيعرفوا تماما شلون بيصير الموني لاندرينج وشلون بيصير كل هالشغلات هاي، غسيل الأموال اللي بيتبعوها العصابات وإلى آخره. وهذا الحقيقة يعني لازم ينبه كمان الدول بالمنطقة اللي عم يستخدموا البنوك تبعها هن، وعم يستخدموا أراضيها لغسل أموال، لأنه هالبنوك هاي اللي عم تتعامل معهم مثل بصير فيها مثل البنوك اللبنانية. يعني بيجي وقت العقوبات بتطبق، وبيجي وقت أمريكا بتقول يعني خلاص لازم يصير شيء، وقتها هالبنوك هاي اللي صار لها سنة سنتين عم تتعامل معهم وعم تعاونهم بغسيل الأموال وكلها يعني بتتعاقب بشكل بتروح المصاري كلها اللي كسبتها وأكثر، إذا ما طبعا سكرت بالكامل. فهذا ما لازم تنسى الشركات اللي موجودة، في شركات كتير تعاقبت بسبب عملها مع السفاح. هلأ البنوك بالمنطقة اللي عم تتعامل معهم تحت الخطر. طيب، هلأ البنوك عم تتعامل معهم بدون أي مشكلة، ما في شيء أبدا. ومنحذر نحن كل الشركات والبنوك الإقليمية اللي عم تتعامل معهم إنه قانون الكابتاغون المفروض يطبق بحزيران القادم. طيب، وهلأ بده ينظر لكل هالأمور هاي، وينظر كمان للاعبين اللي عم يعني يشتغلوا بتهريب المخدرات. لا تنسى كيف يعني اسكوبار التقط، لا تنسى كيف نورييغا كان رئيس دولة نورييغا وقت التقط ومحطوط بالسجن. لا تنسى كيف قاسم سليماني تاني رجل بإيران ما قدر تحمي إيران، صار شقف قاسم سليماني، بيستاهل طبعا. بس اللي عم نحكي إنه وقت بيجي الوقت هدول الناس ما راح يصعبوا. طيب سأنتقل إلى محي الدين الأتقاني. سيد محي الدين، هذا يعني تكلمنا عن الأثر الأمريكي، أيضا هناك هو أثر مزدوج، الأثر البريطاني على نظام أسد برأيك نتيجة هذه العقوبات، خصوصا بأن
زوجة رئيس النظام أسماء الأسد هي كانت تعيش ببريطانيا، لديها جنسية البريطانية، وهي تعمل كثيرا على أن تكون سمعتها ناصعة بالدول الأوروبية وبريطانيا، وهي تخشى كثيرا أن يكون عليها أي مشكلة في دول الاتحاد الأوروبي. الآن وهي متورطة مع هذه العائلة بهذه الأمور، كيف يمكن أن ينعكس عليها وعلى هذه العائلة وأن تكون هناك نتائج ملموسة برأيك؟ يعني أولا ليس لها سمعة حتى تتأثر سمعتها، مجرد ارتباطها بعائلة مجرمة ومشاركتها طيلة كل هذه الأعوام في الجرائم التي تجري في سوريا يجعل منها مجرمة. اسمها ورد في قائمة العقوبات الأوروبية قبل سنوات من القائمة الجديدة التي سمعنا عنها اليوم. وضعها في بريطانيا الحقيقة وضع مذل. في بداية الثورة حاول والدها هنا مع شقيقين لها يقيمان أيضا في بريطانيا أن يقيموا لوبي حتى داخل مجلس اللوردات البريطاني، وكان السفير البريطاني السابق في دمشق من الذين ساعدوهم على هذا الدور. حاول أن يكذب كثيرا وأن يلفق كثيرا ويفبرك أخبار، لكن طبعا الجرائم كانت أوضح من أن يستطيع أن يغطيها الدكتور الأخرس أو أولاده. السيدة الأولى في سوريا أسماء الأخرس كل هذه المليارات الآن توجه إلى عائلتها، يعني الكثير من الأرصدة بأسماء شقيقين لها وباسم أبوها وأمها وأيضا ابن خالتها من عائلة الدباغ ورد اسمه في قائمة عقوبات سابقة، وهو المسؤول عن البطاقة الذكية في سوريا. إذن كيف ما تلفت سوف تجد أن هذه السيدة مدانة مهما فعلت، إلا إذا قررت في المستقبل إذا حين يكون هناك محاكمات أن تتحول إلى شهيد ملك وتشهد ضد إجرام زوجها وسرقاته وإجرام العائلة بكاملها. هي الصندوق الأسود للعائلة، لأن هي الوحيدة التي تفهم في إدارة الأموال مع خالد قدور كما أسرفت قبل قليل، وهذا الصندوق فيه الكثير من الأسرار ذات يوم سيتم كشفه. وأسماء الأسد أسماء الأخرس لا تستطيع أن تتنصل من كل هذه الجرائم، فهي مثبتة عليها. صحيح تستطيع أن تتحايل بما تعلمته من العمل في البنوك، وتستطيع أن تخفي، وتستطيع أن تجعل الشركات عدة طبقات، ومن يدير الحساب يقيم في ماليزيا وآخر يقيم في إيطاليا، لكن بالنهاية أنت تتحدث عن دول وتتحدث عن مراقبة الأصول، بمعنى النظام المصرفي العالمي لا تستطيع أن تخدع واحدة مبتدئة في الإجرام، أو الآن لم تعد مبتدئة يعني صار عندها خبرة طويلة مع مصاهرة هذه العائلة. أشكرك كثيرا محي الدين الأثقاني الكاتب السوري، كنت معنا من لندن، والدكتور زكي لبابيدي عضو مجلس إدارة تحالف المنظمات السورية الأمريكية من أريزونا ستبقى معنا في المحور الثاني. فاصل قصير ونعود إليكم قومنا.